السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول إن الكلينيكال برزنتيشن بتاع الدفتيريا إنه إما إن هو ريسبيراتري أو كيوتينيوس أو أذرز، وقلنا إنه الأساس إنه فارينجيال أو تونسيلر. التونسيلر دفتيريا هي الفيري كومن تايب، وبتمثل تقريبا حوالي 94% من الكيسز اوف ديفتيريا، وال 6% الباقيين بقى البلاتال او الكوتينيوس او الاذرز. وبالتالي لازم يعني في الدفتيريا تكون عارف الفرنجل ديفتيريا او التونسيلر ديفتيريا بيبقى جايه ازاي. اولا زي ما اتفقنا، هو العيان بيبقى عنده سيفير توكسيميا وعنده فيفر والفيفر ممكن مع السيفير توكسيميا لا تتناسب مع التاكيكارديا. يعني عنده لو جريد فيفر وعنده سيفير تاكيكارديا. التاكيكارديا دي الشديده سببها التوكسنز، سببها التوكسيميا او ليتر اون المايوكارديتس. طبعا زي ما اتفقنا، بما انها فارنجيال او تونسيلر هيبقى العيان عنده سور ثروت ومع الفيفر، وزي ما اتفقنا انها كاركترستيكالي في خلال يومين ثلاثه بتبدا تكون ممبرين، والممبرين ده ممكن في الاول يونيلاترال وليتر اون يبقى بايلاترال ممبرين. الممبرين ده زي ما قلنا انه ممكن يبقى لوكال للتونسل او للفارينكس، ممكن يمتد يروح للبلت ويروح لللارينكس، وممكن يمتد للتراكيه. انما الكومن انه يبقى ستيل لوكال على التونسل والفارينكس. طبعا بيعمل فول بريث كده زي ريحه التوم، جاريليك اودر. ولو حاولت بالتانج بليد حاولت تشيل شويه من الممبرين هتلاقيه بليد، هتلاقي على طول في بليدنج موجود واضح جدا جدا جدا. طبعا 100% حاجه بالعنف ده هيبقى فيه ليمفادينايتس، هيبقى فيه سيرفايكال ليمفادينايتس. السيرفايكال ليمفادينايتس مع الاديمه بتاعت النك تدي البيكشر بتاع البول نيك ابيرز، تدي البيكشر اللي بنطلق عليها بول نيك ابيرز. ده بالنسبه للفارنجيال او تونسيلر فارنجيتس، وده نوع زي ما قلنا هو الفيري كومن وده مهم جدا. اللارنجيال بقى اللي هو 6% الباقيين ولا 5% الباقيين، بيبقى اللارنكس بس هو اللي انفولفد، وده انكومن او رير يعني. طبعا بما انه اللارنكس يبقى فيه هورسنز اوف فويس، كلمه لارنكس يساوي على طول هورنس وتساوي سترايد وتساوي كروب على طول على طول، يعني الترياد ده والكف، الترياد ده مع بعض. اي حاجه اي ليجن في اللارنكس هيبقى العيان بسترايدر وهورسنس وكروبي كف. ولو الرينج بروجريس الى اوبستراكشن جامد او ممكن يبقى ديسنيا ويبقى فيتال. احيانا اللارينجيال ديفتيريا تمتد الى التراكيا والبرونكايو، تبقى تراكيو برونكيال ديفتيريا، وده رينج خلاص، وده رينج الا لو كان الحاله سيفير. ده بالنسبه لل للاساس بالنسبه للدفتيريا. يبقى الدفتيريا اما انها تونسيلر او فارنجيال، وده 94%، والارنجيال هو ال 5% او ال 10% اللي موجودين. بما انه لارنجيال دفتيريا يبقى هتدي نفس البيكشر بتاعت الفارنجيال، يعني في سودو ممبرين، والسودو ممبرين مع لارنجيال يبقى هوستنس وكف وكروبي كف واسترايتر. ده بالنسبه للارنجل. بعد كده بقى الثالث هو النيزل ديفتيريا، ان الانفكشن تبقى في النوز، وده فيري رير الا في الاطفال اللي اقل من سنه.
طبعا هيبقى فيه سود ممبرين برضو ومعاه بيريولنت ديسشارج ومع الممبرين، واحيانا يعمل ألسر في الاكسترنال نيرز اند ابر ليب. ده بالنسبه للنيزل ديفتري. ده بالنسبه للريسبيراتري. يبقى احنا خلصنا الريسبيراتري ديفتريا، اما انها فارينجيال او تونسيلر وده الكومن، ولارينجيال وده الانكومن، والنيزل وده الرير. ده بالنسبه لو كان الانفكشن من خلال الدروبلت انفكشن، دخل فين منين الاورجانيزم؟ من النوز ممكن يعمل نيزل ديفتيريا، من الاورال ممكن يعمل الاورال ديفتيريا او التونسيلر او الفارينجال ديفتيريا، وممكن يوصل لللارينكس ويعمل لارينجال ديفتيريا. ده بالنسبه للريسبيراتوري ديفتيريا. الكوتينيس بقى دي كوتينيس ديفتيريا، هيبقى الليجن كاركترستيك اللي موجود في الاكستريميتيز اكتر منه الترانك والهيد، وهيبقى في ألسر و جراي براون ميمبرين. طبعا بما انه كوتينيس هيبقى التوكسينز لوكال، وفيري رير انها تبقى spread او تبقى absorbed وتعمل toxic complication. ده very rare. انما الكومن ان يبقى local فقط، local cutaneous lesion. ده بالنسبة لل skin diphtheria. وده very 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 rare. الاذر sites بقى otitis externa ممكن، الاي ممكن، الجينيتال ويعمل vulvovaginitis ممكن، ولكن ايضا يعني very very rare. يبقى اذا الكلينيكال بيكتشر بتاعه الدفتيريا الاساسيه اللي عليكم لازم تبقوا عارفينها انها according to the site of entry. لو كان respiratory يبقى الفارينجيال او التونسيلر وده الفيري كومن، واللارينجيال والنيزل وده الان كومن والرير. بالنسبه للسكن تبقى فيه كوتينس دفتيريا، والاذر سايتس زي الاي والاير والجينيتال الاورجن زي يعني تعمل فالفو فاجينايتس بنفس مواصفات الليجن بتاع الفارينكس، انها تعمل لوكال انفلاميشن وتعمل في خلال يومين ثلاثه تعمل سودو ممبرين، والممبرين ده يبقى سن، و اف يو تراي تو ريموف او تو تاتش ايزلي بليد. ده بالنسبه بالنسبه للكلينيكال بيكشر بتاعه الدفتيريا. يبقى عرفنا ايه هي الدفتيريا، واحد من ضمن التوكسيك انفكشن الاورجانيزم كراينوباكتيريوم دفتيريا. الانسان هو المين ريزرفوار بتاع الاورجانيزم، ما بيتنقلش بطرق اخرى. الميثود اوف انفكشن دروبلت انفكشن، والانكوبيشن بيريد يومين لاربع ايام زي البرد. الكلينيكال بيكشر احنا قلنا الباثوجينيسيس بتاعتها بتساعد في فهم المرض، ان الاورجانيزم بيدخل لوكالي في الانفيجن سايت سواء كان الفارينكس او اللارينكس او النوز او السكن او الجينيتال اورجان او اي حته، بيعمل يفرز اكزوتوكسين. الاكزوتوكسين دي تموت التشو لوكالي وتبدا تعمل نيكروتيك تشو انفلاميشن وتعمل سودو ممبرين، والسودو ممبرين يبقى رابيدلي او ايزلي بليد ان تاتش. ده بالنسبه لللوكال. لما الاورجانيزم والتوكسينز ابزوربد للسيركيليشن تروح تعمل توكسيك كومبليكيشن اللي هي الاساسيه المايوكاردايتس والنيورايتس والنيفرايتس او تيوبلر نيكروز. ده بالنسبه للباثوجينيس. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعت الدفتيريا ثلاث اساسيات، يا دروبلت انفكشن من خلال الريسبيراتوري سيستم يبقى نسميه ريسبيراتوري ديفتيريا، او في خلال السكن يبقى كوتينيس ديفتيريا او الاذر سايتس. الريسبيراتوري ديفتيريا هو المهم اللي بيمثل تقريبا 99.9% من الحالات، 94% منهم بيبقى تونسيلر او فارينجال ديفتيريا، و 4% او 5% بيبقى اللارينجال ديفتيريا، و 1% النيزل ديفتيريا. وكل الليجن سواء كان ريسبيراتوري او كوتينيوس او اذر سايتس مكون اساسا من نيكروتيك تيشو وممبرين، والممبرين ده ثين ممبرين غالبا جراي او
حاجه من هذا القبيل و ايزلي بليت وايزلي بليت. ده بالنسبه للممبرين سواء كان في الفارينكس او في اللارينكس او في السكن او في الاذر اورجن. وزي ما اتفقنا انه الاعراض والكومبلينت هيعتمد على حسب السايت. ففي التونسل هيبقى فيه سورسرو وديفكالت سوالو وتوكسيميا ولوجريت فيفر ومعها سيفير تاكيكارديا. معانا لوجريت فيفر ومعانا سيفير تاكيكارديا والتاكيكارديا اوت اوف بروبورشن مع اللوجريت فيفر، ولكن عيان كليرلي توكسيك. السيفيريتي تخلي في سيرفايكال لينفادينايتس مع النيك سويلنج تدينا البول نيك ابيرنس. الليجن لو كان في اللارينكس الطرايات بتاع اي لارينجال ليجن ايا كان يجي بهورسنس فويس وسترايدر وكروبيكاف ما دام في اللارينكس. في السكن زي ما اتفقنا زي عباره عن جراي ممبرين لوكال ونادرا يبقى عنده توكسيك مانيفيستيشن. لو في الاذر اريا زي الاوكسيتايتس اكسترنا او في الاي او في الجينيتال يعمل فالفو فاجينايتس وفي الاي يعمل بيرلنت او السراتيف كونجكتيفايتس. ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعه الدفتيريا. لسه بنتكلم دلوقتي ان الدفتيريا المشكله ليست في اللوكال ليجن اللي هو بيحصل في اول يومين ثلاثه، المشكله في التوكسينز بتاعه الكرانيوباكتيريوم ديفتيريا اللي ابزوربد وتروح تعمل دينجرس كومبليكيشن. ودينجرس كومبليكيشن دي بنسميها توكسيك كومبليكيشن. اول حاجه المايوكاردايتس الكاردياك توكسيست او المايوكاردايتس. وزي ما قلت لكم المايوكاردايتس دي بتحصل بنسبه كبيره من العيانين، ربع العيانين ممكن يجي لهم مايوكاردايتس. وزي ما اتفقنا انها بتحصل ليه؟ ما بتحصلش في اول يومين ثلاثه اربعه، لا بتحصل في اليوم السابع، الاسبوع الاولاني، الاسبوع الثاني. طبعا توكسيك مايوكاردايتس هتعمل هارت فيلير، مفيش كلام، تعمل اريزمي. وزي ما قلت لكم الهارت ريت بيبقى سيفير تاكيكارديا لا تتناسب مع اللوجريت فيفر اللي موجود، الحراره 38 والهارت ريت تلاقيه 160. ما ينفعش يعني زياده الحراره غير متناسقه مع زياده نبضات القلب. ده بالنسبه للكاردياك توكسيستي كاول واهم كومبليكيشن، وغالبا هي الميجور كوز اوف ديث اللي هي المايوكاردايتس. الحاجه اللي بعدها ان يحصل نيورايتس سواء كان اكيوت او سب اكيوت او كرونيك، وفي الغالب بتبقى موتور نيوروباثي او موتور نيورايتس واخده الاكستريمتس وممكن تؤدي الى باراليسيس الاكستريمتس. ده بالنسبه للنيورايتس. طبعا زي ما قلت لكم بيبقى فيه تيوبولر نيكروزس ويعمل نيفرايتس وممكن فيري رير تعمل هيباتايتس اند جاسترايتس. دي بالنسبه للتوكسيك كوراينوباكتيريوم ديفتيريا كومبليكيشن، مهمه جدا 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 وهي سبب الخطوره بتاعه الدفتيريا وايضا سبب الكوز اوف ديث. الدياجنوزيس ليس هناك حل غير isolation of the organism من الممبرين او من الاكسوديت. وكالتشر وسنسيفتي. وكالتشر وسنسيفتي يبقى الدياجنوزيس الاساسي هو ناخد مسحه من الممبرين ونعمل له كالتشر وسنسيفتي للكورينوباكتيريوم ديفتيريا لو انت حاطط دي كبوسيبيليتي. ايه الحاجات اللي بتعمل ممبرين على التونسل وتدخل في الديفرنشال دياجنوزيس مع الدفتيريا؟ اهمها ستريبتوكوكال فارنجايتس. ستريبتوكوكال فارنجايتس وزي ما انتوا فاكرين او نسيتوا الابشتاين بار فيروس الانفكشس مونونيكليوز بتيجي برضه بنفس الكلام. كمان الفيرال تونسلايتس، في حاجه اسمها فيرال تونسلايتس ممكن تيجي بممبرين. كمان الاجرانيولوسيتوزيس تيجي بممبرين. اللوكيميا ممكن تيجي بممبرين.
الهربيتك تونسلايتس تيجي بالسر وممبرين، يبقى الديفرنشال دايجنوزز كتير، ولكن كل واحده ليها الكراتيريا بتاعتها. على الاقل السيبتوكوكال فارنجايتس كلير الكاركتر بتاعتها، الابشاينبر فيروس اللي احنا شرحناه ايضا له الكلير كاركتر، وبرضه الهربيتك تونسلايتس احنا كنا شرحناها وقلنا المواصفات بتاع الهربيتك ليجن. على الاقل الثلاثه دول معروفين اند يو نو هاو تو ديفرنشيت ما بينهم وما بين الدفتريتك تونسلايتس. الاذرز خليه ليتر اون نبقى نشرح. اول بالك، اول ما تستناش لكالتشر ولا غيره، اول ما تتوقع وتحط بوسيبيليتي بتاعه الدفتيريا ادي الانتي توكسين على طول. تجيب الدفتريتك انتي توكسين زي ما قلت لكم، ان التوكسينز لو صبرت هتروح للهارت وتعمل مايوكاردايتس وخلاص والعيان يموت. فعلى طول اف يو سسبكت كوراينوباكتيريوم ديفتيريا فارنجايتس مثلا، ادي على طول انتي توكسين اي في 20,000 الى 100,000 واحد انترافينس، بعد ما تعمل سكين سنسيتيفيتي تيست للايه للانتي توكسين. ده الاساس. وبعدين ادي بنسلين على طول، هو دراج اوف تشويس. العيان عنده سنسيتيفيتي للبنسلين ادي اريثرومايس لمده 14 يوم. يبقى اذا التريتمنت الاساس اللايف سيفنج هو الانتي توكسين الاساس، عشان تعادل التوكسين اللي هي اوريدي ريليزد وراحه تعمل التوكسيك كومبليكيشن. At the same time ابدا الانتيبيوتكس سواء كان بنسلين او اريثرومايس، ما تستناش السكن سنسيتيفيتي الكالتشر سنسيتيفيتي تيست ولا انه يطلع كورينوباكتيريوم ولا غيره. ليه؟ لانك لو صبرت يومين ثلاثه العيان هيحصل له توكسيك مايوكاردايتس او نيورايتس او نيفرايتس وخلصنا، ما بقاش يعني الريفرس. فالدكتور الشاطر لو شفت من بنين على التونسل والعيان توكسيك بما فيه الكفايه وعنده لوجريت فيفر والهارت ريت تاكيكارديا واضحه جدا، ده كاركترستيك للديفتريتك انفكشن. على طول تطلب انتي توكسين اللي هو انتي ديفتريتك توكسين وتديه انترافينس مع بدايه الانتيبيوتيك زي البنسلين او الاسم. طبعا كل الباقي هيبقى سبورت ومش هو الاساس. الاساس اللايف سيفنج انك تدي الانتي توكسين وتبدا الانتيبيوتيك ايميديتلي. طبعا بريفيشن انك تعمل ايزوليشن للعيان وتعالج الكلوز كونتاكت كانه حاله، وطبعا تدي ايمونيزيشن بالدفتريا توكسيد لو العيان لو الناس الكلوز كونتاكت ما خدوش الدفتريا قبل كده. البريفيسلي ايمونايزد كارير لازم تدي له بوستر دوز من الدفتريا توكسايد وتدي له انتيبيوتيك كانه حاله. بس دي هندي ايه؟ بوستر دوز من الدفتريا توكسايد اللي هو التطعيم. ده بعض الكنترول مانجمنت، يعني الكيس كونتاكت تديها كيمو بروفلاكسيس بنسلين زي ما قلت وتدي بوستر توكسويد دوز او فاكسينيشن وما كانش الطعم. ده الكلوز كونتاكت. الكارير لو انت لقيت كارير وما عندوش اعراض تديله انتي ميكروبيال تو ايراديكيت الاورجانيزم لمده 7 ل 10 ايام. الحاله بنديها لمده 14 يوم. والعيان لو ما خدش الفاكسين نطعم ونديله ديفتيريا توكسويد في نوت ريسيفد الفاكسين ويزن 1 يير. وبعدين بعد 10 ايام نعمل ريبيت للكالتشر ونشوف ايراديكيتد اور نوت. طبعا عشان نعمل كومبليت ايراديكيشن للدفتيريا لازم نعمل ايمونايزيشن لكل الناس
طبعا بالذات الريجيم بتاع الفاكسينيشن اللي موجود عندنا في مصر اللي هو شهرين واربعه وسته وسنه ونص، ده 100% بيدي لونج لاستنج اميونيتي كويسه. طبعا الايمونيزيشن بريفنت ذا ديزيز بات داز نوت بريفنت الكارير. الايمونيزيشن prevent the disease but does not prevent the carrier. طبعا تتصور بقى عيان جات له ديفتيريا قبل استعمال الانتيبيوتيك 100% هتبقى المورتاليتي 50%، يعني كل اثنين بيموت منهم واحد. لما ادينا قلت المورتاليتي بنسبه كبيره جدا، خصوصا لما تستعمل الانتيبيوتيك وبقت اقل من 5%. طبعا اتفقنا ان الكوز اوف ذس الاساسي هو المايوكاردايتس. انا كده خلصت الدفتيريا، واقولها في كلمتين: الكورينوباكتيريوم ديفتيريا اكيوت توكسيك انفكشن كوزد باي اورجانيزم كورينوباكتيريوم ديفتيريا ذا جرام بوزيتيف كوكوباسيلا جرام بوزيتيف باسيلاي. انواعه بتعتمد على الحيوان المنقوله منه، اسف انواعه هي فقط كورينوباكتيريوم ديفتيريا، والهيومن هو المين ريزرفوار غير البروسيلا. الانكوبيشن بيريود قصير قوي، يومين لاربع ايام. الباثوجينيسيس بتاع الكورينوباكتيريوم ديفتيريا بيعتمد على انفيجن للسايت اوف انفكشن سواء كان ريسبيراتوري او سكين او اذرز. لوكالي بيعمل ريليز للاكزوتوكسين، بتعمل انهبيت للبروتين بايوسينثيسيس وتعمل دامج للتيشو اللي حواليها وتعمل نكروتيك تيشو وتعمل سودو ممبرين. وبعدين الاكزوتوكسين ديت ابزوربت للسيركيليشن وتروح تعمل مايوكاردايتس ونيورايتس ونفرايتس بعد اليوم او من اليوم السابع الى اليوم ال14 او لتر، وده غالبا هو الكوز اوف ديس بالنسبه للكورينوباكتيريوم ديفتيريا. قلنا ان الكلينيكال بيكشر بيعتمد على الانيكوليشن او على السايت اوف انفكشن. لو دروبلت انفكشن يبقى ريسبيراتوري ديفتيريا، لو السكين يبقى كوتينيس ديفتيريا، ولو الاذرز يبقى اذرز ديفتيريا. وقلنا ان الريسبيراتوري هو بيمثل 99.7% من الحالات، وبيبقى فيه يا فارنجيال ديفتيريا او لارنجيال او نيزل، وفي كله بيبقى فيه ممبرين سودو ممبرين easily bleed with thin وgray in color في كل. بما انه في الفارينكس هيبقى فيه source throat ومعاه large tonsil وممبرين، والممبرين ده bleed، وطبعا هيبقى فيه low grade fever ومعاها severe tachycardia. هيبقى فيه cervical lymphadenitis عامله لي bull neck appears. بعد كده في عندي الكوتينيس زي الممبرين اللي على التونسيل موجود على الجلد، والجينيتاليا زي الفالفو فاجينايتس لو الانفكشن سكس ترانسميتد، او في الاوتيتس اكسترن او في الاي تعمل السيراتيف كونجكتيفايتس. ده بالنسبه للكلينيكال مانيفيستيشن. الكومبليكيشن مينلي توكسيك كومبليكيشن، يا توكسيك مايكوكاردايتس 50% من الحالات دي الكوز اوف ديس، او تعمل نيورايتس وغالبا موتور نيوروباسي وباراليس الاكستريميتس، او تعمل نيفرايتس تيوبولار نيكروزس وتيوبلو انترستيشن نيفرايتس. ممكن يبقى رير هيباتايتس وممكن رير جاسترايتس. ده التوكسيك دياجنوزس ملوش حل غير ايزوليشن اوف ذا اورجانيزم من الليجن الممبرين او النكروتيك تيشو. ده الدياجنوستيك تيست ملوش حل تاني. التريتمنت طبعا الديفرنشال دياجنوستيك حاجات اللي تعمل
سودو ممبرين او تعمل ممبرين زي سبتكوك الفرنجايتس، انفكشس مونيكلوز سيتوميجالو فيروس، الهربيتك ستوماتايتس وهربيتك فرنجايتس والاجرينوسايتوزيس و اللوكيميا. ده بالنسبة للمين بوسبل أو مين ديفرينشال دياجنوس. بالنسبة للتريتمنت، أول ما سسبكت إن دي ديفتيريا إدي الأنتيتوكسين إميديت إنترافينوس، وإدي بنسلين إميديت للعينة اللي حساسة بنسلين إدي إريسترومايس. البروجنوزيس أحسن مع تقدم الأنتيبيوتيك. آدي الكورينوباكتيريوم ديفتيريا. في حد له أي سؤال فيها يا ولاد؟ الو نمت يا ولاد ولا ايه؟ لا دكتور تمام، سهله الدفتيريا سهله. طيب الحمد لله واضحه يعني ما فيش فيها صعوبه ولا حاجه، يبقى كويس قوي. تمام. طيب احنا دلوقتي هندخل بقى على المين بالك بتاع محاضره النهارده اللي هو السي ان اس انفكشن. احنا السي ان اس انفكشن اما انها تكون في المننجيز بس نسميها مننجايتس، او في البرين تيشو نسميها انكيفالايتس، او في الاثنين تسميها منينجيو انكيفالايتس. يبقى سي ان اس انفكشن، انفكشن بتاعت السي ان اس اما انها تكون واخده المننجيز تبقى مننجايتس، او برايمري انفولف البارينكيمال تيشو نسميها انكيفالايتس، او واخده الاثنين تبقى اسمها مننجيو انكيفالايتس. ده بالنسبه للاسم. الايتيولوجي انها الكومن انها تبقى فيروسز، الكومن تبقى فيروسز، والليس كومن انها تبقى بكتيريا، والرير تبقى فانجاي او باراسايت. تاني بالنسبه للايتيولوجي، بالنسبه للايتيولوجي السي ان اس انفكشن مينلي فايرال، وتحتها بخط بكتيري، وبعيد عنهم خالص فيري رير تبقى فانجاي او باراسايت. ده بالنسبه للايتيولوجي. بالنسبه للكلينيكال بريزنتيشن بتاع كل سينس انفكشن نيرلي ذا سيم، سيميلر نيرلي ذا سيم، ما عدا ان المنجايتس هتبقى فيها بعض مانيفستيشن يعني ليس كومن في الانكيفالايتس، والانكيفالايتس فيها بعض المانيفستيشن مور كومن عنها في المنجايتس. واعتقد ان اللي فيكم حضر الانكيفالايتس قبل كده فاكر كنا اتكلمنا وقلنا ان الانكيفالايتس هي مينلي فايرال انفكشن، وقلنا ترتيب الاورجانيزم اللي بتعمل الانكيفالايتس، وقلنا اهم حاجه كان الانتيرو فايروس والايربو فايروس لو انتم فاكرين. هنبدا بالمينينجايتس، وواضح الاسم بكتيريال مينينجايتس. عشان ايه؟ عشان الفيرال مينينجايتس يعني ليس كوم، عكس الانكيفالايتس. الانكيفالايتس ميلي فيرال وليس كومن بكتيريال، المينينجايتس فيري كومن انها بكتيريال وليس كومن انها تبقى فيرال انفكشن. طيب ده بالنسبة للبكتيريال مينجايتس. الايتيولوجي، الايتيولوجي بيختلف بالنسبة للعمر. اللي أقل من شهرين له أورجانيزم، واللي أكتر من شهرين لغاية 12 سنة له يعني أورجانيزم مختلف. والعيانين اللي هم إميون كومبرومايزد، سواء كونجينيتال إميون ديفيشنسي أو أكوايرد إميون ديفيشنسي نتيجة إيدز أو إنفكشن أو له أورجانيزم. يبقى الإتيولوجي، الأورجانيزم اللي بيعمل أكيوت بكتيريا مانجايتس بيختلف أكوردنج للإيج. في الناس الأصحاء من شهرين، أقل من شهرين له أورجانيزم، واللي أكتر من شهرين له أورجانيزم. العيانين الإميون ديفيشنسي لهم أنذر أورجانيزم. أقل من شهرين هيبقى الجروب بي ستريبتوكوكاي هي أهم واحد، والجرام نيجاتيف بس اللاي هتبقى سكند اورجانيزم، ويجي بعدهم بقى الستريبتوكوكس نيموني والنيسيريا مننجيتس والهيموفيلس انفلونزا تايب بي والستيريا مونوسايتوجيتس.
تاني يا اولاد اللي اقل من شهرين هيبقى لها تو اورجانيزم مهمين جدا لازم تحفظهم، اللي هم جروب بي ستريبتوكوكاي والايكولاي. الاساس الجروب بي ستريبتوكوكاي والايكولاي او الجرام نيجاتيف باسيلاي، ما يجراش حاجه. ما هو اهم اورجانيزم في الجرام نيجاتيف باسيلاي هتبقى الايكولاي. يبقى انا عندي الجروب بي ستريبتوكوكاي والجرام نيجاتيف باسيلاي. معاها بقى بعض الحاجات زي النيموكوكاي والمننجوكوكاي والهيموفلس انفلونزا تايب بي والاستيريا مونوسايتوجين. الثلاثه التانيين هم سبب الانفكشن اللي بعد شهرين. يبقى اللي اقل من شهرين تو اورجانيزم مهمين جدا، الجروب بي ستريبتوكوكاي والجرام نيجاتيف باسيلاي او الايكولاي. ومعاها ثلاثه اورجانيزم هيعملوا هم اللي هيعملوا بعد شهرين، اللي هم النيوموكوكاي والمننجوكوكاي والهيموفلس فولانت، ومعاهم اخر حاجه الاستيريا مونوسايتوجينز. ده بالنسبه للخمسه او الست اورجانيزم اللي بيعملوا الانفكشن اقل من شهرين. ايه اهميه معرفه الاورجانيزم عشان الانتي بوتيك اللي هدي؟ من شهرين لسنتين الثلاثه اورجانيزم الكومن اللي هو النيوموكوكاي والمننجوكوكاي والهيموفلس فولانت. النيوموكوكاي لا زالت تحتل القمه، والمننجوكوكاي برضه لا زالت تحتل القمه. الهيموفلس انفلونزا كانت قبل كده مقدمه على المننجوكوكاي او حتى على النيوموكوكاي في بعض الاحيان وفي بعض الاعمار، ولكن بعد ما بقى الهيموفلس انفلونزا فاكسين افيلبل وبيتاخد اصبح ال frequency of cases of hemophilus influenza meningitis اقل كتير. يبقى اقل من شهرين الجروب بي ستريبتوكوكاي والايكولاي، ومعاهم الثلاث اورجانيزم اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي، النيوم والمننج والهيموفيلس انفلونزا والاستيريا منستر. شهرين ل 12 سنه الثلاثه الاساسيين اللي هم النيوموكوكاي والمننجوكوكاي والهيموفيلس انفلونزا. ده بالنسبه للعيانين الايه الاصحاء. العيانين اللي عندهم immune deficiency و at high risk للمننجيتس هيجي لهم infection بأورجانيزم اقل في السيفيريتي من الاورجانيزم الباقيين، زي السودومونس ايروجينز والستاف والسالمونيلا والستيريا مونوسايتوجينز. يبقى العيان اللي هم immune compromised هيبقوا at risk لأورجانيزم مختلفين شوية زي السودومونوس إيروجينوزا والستاف أوريوس والسالمونيلا والستيريا مونوسايتوجينز. ده بالنسبة للإيتولوجي، وده مهم جدا جدا جدا. آدي الجرام نيجاتيف كوكاي أو ديبلو كوكاي، جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي. مود اوف انفكشن غالبا هيماتوجنس، يعني العيان ياخد نيوموكوكال انفكشن في الريسبيراتوري سيستم، وبعدين الاورجانيزم سبريد في السيركيوليشن ويروح للمنجيز ويعمل منجيز. فالمود اوف انفكشن مينلي هيماتوجينس سبريد. الباثوجينيسيس زي ما اتفقنا انه يوجوالي الانفكشن بتبقى دروبلت انفكشن ريسبيراتوري سكريشن. الاورجانيزم بيدخل في الفارينكس وبعدين من البلد يدخل لل سي اس اف ويدخل في الكرويد بلكسس لو جاي من البلد، او يكون جاي من اير انفكشن زي الهيموفيلس انفلونزا اوتيتس ميديا مثلا وبقت سيفير وسبريد من الاير الى المننجيز. طبعا الاورجانيزم ايا كان هو او ايا كان اسمه هيبقى بروليفريت ويطلع بعض التوكسيك ماتيريال
ويطلع انفلاماتري ميديتور تساعد في اشتعال الانفلاميشن ويحصل المينجايتس. الباثولوجي لو خد سامبل من المينينجيز وفحصتها تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه مينينجيال اكسوديت موجود على المينينجيز، وممكن اكستند لي على البرين سيرفيس، ممكن يروح للسيريبرال فين والساينس. ده بالنسبه للبيوبسي، لو خدت مينينجيال بيوبسي وفي اثناء الانفلاميشن هتلاقي فيه مينينجيال اكسوديت اساس انها بكتيريال مينينجايتس، وهتلاقي فيه بيري فاسكولار انفلاميشن، وممكن الانتراكرينيال بريشر ممكن يزيد نتيجه السيتوتوكسيك اديما وزياده الفازوجينيك اديما او انكريز الكابيلر بيرميابيليتي، وممكن كومبليكيشن كمان ممكن يحصل هيدروكابس. عموما الباثولوجي كتير مش مهم بالنسبه للاندر جراديوت، ومحدش هيقول لك الباثولوجي بتاع الاكيوت بكتيريا مينيتس، انما هيقول لك الروت اوف انفكشن ازاي والباثوجينيس بتتم ازاي. الكلينيكال مانيفستيشن طبعا الانسيت بتاع الاكيوت بكتيريا مينينجايتس له طريقتين، اما ان هو دراماتيك وده ليس كومن، بيجي بسادن انسيت فيري هاي فيفر ورابيدلي بروجريسيف مانيفستيشن، والعيان في خلال 24 ساعه يدخل في شوك، وتاني يوم او تالت يوم يدخل في بربرا ودي اي سي وانكونشسنس ممكن ديث. وفي الحاله دي بتبقى حصل نوع من انواع السيفير توكسيميا، وممكن تبقى يعني سبب في الديث. ده اللي هو الدراماتيك بريزنتيشن، وده يعني مش كومن بريزنتيشن. انما الكومن بريزنتيشن ان العيان يجي بفيفر بقى لها كذا يوم ومعاها ابر ريسبيراتوري او جاستروستاينال سيمتوم، ومعاه هيدك، معاه فوميتنج، معاه نون سبيسيفيك سي ان اس مانيفيستاشن، وبعدين في اليوم الثالث او الرابع يبقى ليسارجيك، او يبقى الاول اريتابل وبعد كده يبقى ليسارجيك. وده الكومن بريزنتيشن بتاع الاكيوت بكتيريال مينينجايتس، زي ما اتفقنا انها بيبقى دايما معاه فيفر واضحه جدا وانوركسيا وميالجيا استرالجيا تاكيكارديا، واحيانا يبقى فيها راش، واحيانا يبقى الراش ده بيربرا او بتيكي. مهم قوي الاطفال اللي بعد سنه بيبقى معاهم مينينجل اريتيشن مانيفستيشن، يعني بيبقى معاهم نيكريجيديتي ومعاه كيرنينج ساين بوزيتيف ومعاه برودزينسكي ساين بوزيتيف. الاطفال اللي اكتر من سنه بيبقى النيك، بيبقى المينينجل اريتيشن مانيفستيشن كلير واضحه واقدر اتبينها بطريقه كويسه جدا. اللي اقل من سنه بتبقى فيج وما تبقاش تيبيكال او كلير زي الاطفال اللي بعد سنه. الزوم هيقفل علينا بعد دقيقه او دقيقتين، وانا برضه هحاول نرجع بسرعه، ومعلش مش هناخد لسه عشان نكمل البكتيريا المينجايتس لانها مهمه جدا جدا، فلو قفلوا لو سمحتوا ارجعوا معايا بسرعه جدا. المينينجال اريتيشن زي ما اتفقنا بتبقى فيري كلير في الاطفال الاكثر من سنه، وتبقى ان كلير في الاطفال الاقل من سنه. بتبقى عنده نيك ريجيديتي وان ايبل تو موف هيز نيك، وعنده بوزيتيف بروزينسكي اند بوزيتيف كيرنينج ساين. هما ايه البروزينسكي وايه الكيرنينج ساين؟ ده واضحه جدا ايه هي البروزينسكي نيك ساين. بتحاول تخلي العيان نايم زي ما هو في الصوره الاولانيه، نايم فلات كده سوباين، وبعدين